السلام عليكم، اسمي سحر علي محمد صديق، طبيبة في قسم الجراحة العامة في مستشفى الجامعة بالشارقة. واليوم احنا في القافلة الوردية من شهر اكتوبر من كل سنة، قافلة باسم ادعمي الوردي. قافلة الحمد لله شايفين اقبال كبير جدا من قبل النساء صغارا وكبارا، دي حاجة بتفرحنا جدا لانه في وعي منتشر في المجتمع، ودي حاجة كويسة احنا بندعمها ونستمر عليها ان شاء الله. بيسكلي بنحاول نكتشف الامراض بدري ونحاول نتجنب الأمراض إنها تنتشر ويعني تتفاقم. الفحص عن طريق الألتراسون وعن طريق الماموغرام، إحنا هسي بنركز على الماموغرام للناس اللي فوق 45 سنة أو الناس اللي تحت 45 عندهم تاريخ مرضي مثلاً بيستدعي إنه نعمل الماموغرام ده، أو عندهم أمراض قبل كده في واحد من الصدر.